تحول بيع المشتقات النفطية في السوق السوداء إلى حرفة يمتهنها الكثير من سكان مدينة المخاء، ولكن اللافت في الأمر أن معظم هؤلاء الباعة من الأطفال، حيث تجبر الظروف أسرهم على إلحاقهم بسوق العمل. يجلس وسيم مع أخيه الأصغر على ناصية الشارع منذ الصباح الباكر ليعرض بضاعته للمرة، ويستمر حتى وقت الظهيرة دون اكتراث لحرارة الشمس اللاهبة، يتمكن في نهاية اليوم من شراء مصروفات البيت بما تحصل عليه من ربح ضئيل. دولة أنا حق الأكل طلب الله مش كامل عندي، ما فيش عمل ولا نازح حارة النور عند مش قرحة كان فرق. أبي كان ينقير دحين خلاص شياب أدل كل شيء، هاتين هنا طلب الله نأكل وإحنا وخوتنا. فقد الكثير من أرباب الأسر النازحة إلى المخا من سكان القرى والمناطق التي لا تزال تحت نار الحرب مهنهم وأعمالهم الأساسية، مما اضطرهم للزج بأطفالهم في سوق العمل لتوفير القليل من احتياجاتهم الضرورية.